يقول السائل: كثير من الناس ببلادي يخرجون زكاة الفطر مالا، وإذا أخرجوها طعاما فكثير جدا من الناس لا يقبلها، وإذا قبلها بعضهم يعطيها للحيوانات كالدجاج مثلا، فما هو العمل؟ العمل انك تخرج الطعام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ياخذها يتصرف فيها، يتصرف فيها. المهم انك تدفعها، واذا اخذها الفقير هو يتصرف فيها بكيفه. نعم، الفقير له انه ياكلها، وله انه يبيعها، وله انه ينتفع بها باي وجه من الوجوه. نعم.